النصر لقب بطولة السوبر السعودي بعد فوزه على غريمه التقليدي الهلال بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض تحت رعاية وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. بدأت المباراة بحذر من الفريقين، كسره هدف هلالي عن طريق جوميز تم إلغاؤه بداعي التسلل، ثم يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للهلال لكنه يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو. وفي منتصف الشوط الأول يغادر النجم الهلالي سلمان الفرج أرضية الملعب مصاباً. يشن النصر عدداً من الهجمات على المرمى الهلالي، بداية من توغل خالد الغنام وإرساله الكرة لمرابط الذي يسددها قوية يتصدى لها المعيوف، ثم يكرر خالد الغنام مهارته ويهدد مرمى الهلال بتسديدة يخلصها المعيوف لضربة ثاوية. عرضية من سلطان الغنام يغمزها رائد الغامدي بيمناه، يتمكن المعيوف من تحويلها لضربة ثاوية. رائد الغامدي يظهر مجدداً مستفيداً من ضربة زاوية نفذها مرابط لكنها لم تنتهي بالشكل المطلوب. يعود الهلال لمجارات النصر ويتحصل على خطأ نفذه جوفينكو ورأسية من المدافع جانغ هيون سو ينهي خطورتها براد جونز، ثم يستقبل جوفينكو كرة عائدة من الدفاع النصراوي يسددها بيسراه تصل سهلة لبراد جونز. وكاد سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، لكن تدخل براد جونز في الوقت المناسب أنقذ الشباك النصراوية من هدف محقق. الشوط الثاني يبدأ مثيراً بعد تمريرة من سلطان الغنام لمرابط الذي يواجه المعيوف، لكن الأخير يكسب الجولة لصالحه. يرد الهلال بهجمة يواجه فيها جوميز الحارس النصراوي جونز الذي يتمكن أيضاً من إنهاء خطورة الكرة. ومن عرضية من سلطان الغنام يرسلها بيتروس برأسه مستغلاً تقدم المعيوف لتتجاوز خط المرمى هدفاً لأصفر العاصمة. هدف نصراوي 100%، نعم الكرة تجاوزت الخط والهدف للنصر بعد غلطة وغلطة الشاطر وعشرة يا معيوف. النصر يتقدم في هذا الديربي، النصر يتقدم في هذا النهائي كأس ميرين للسوبر السعودي برأسية من بيتروس. فرصة النصراوية تنتهي بلعبة مقصية من حمد الله تصل سهلة للمعيوف. بعدها مباشرة تمكن عبد الرزاق حمد الله من تعزيز تقدم النصر بهدف آخر بعد تمريرة رائعة من الصليهم وتسديدة في الشباك الزرقاء. ضربة رائعة من عبد الرزاق، خلص النصر، خلص البومبر، خلص المدفع. وفي الوقت بدل الضائع يضيف النصر الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة وتمريرة من حمد الله لسامي النجعي الذي يعالجها مباشرة على يمين المعيوف. لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز نصراوي كبير وتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.